ونرجع لكم من جديد. هاي الحلقة الخامسة أظني المفروض تكون. واجهنا كارثة آخر مرة ولازلنا في كوارث ونعاني من وجه الكارثة، وطولنا آخر حلقة وايد صراحة. حقا ما راح تطول نفس الحلقة الماضية، الحلقة الماضية كانت تقريبا 50 دقيقة أو ساعة، فما نبي نطول بالطريقة هاي. وظفنا بطل، ما اكتشفت أنا كيف البطل الحين يشتغل، أنا قاعد أكتشف اللعبة معاكم الصراحة. بس نحن نبغى واحد يسوي لنا تولز، وهذا قاعد يسوي لنا تولز بلاك سميث، بس لسبب ما استهلاك التولز عالي جدا، عالي جدا 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 جدا. الركروت او توظيف المهام الابطال، انا ما اكتشفت بالضبط كيف يشغل يسوي ركروت. انزين، فالمفروض نحن عندنا باركس. اوكي، باركس ما موجود اصلا. هذا لا، هذا مش باركس، هذاك ركروت هيرو. اوكي عرفنا شغلة يا جماعة الخير. وين البوابة مالته؟ هني البوابة، بمد له الشارع. استقرت شوي الوضع، عندنا ناس تبني، عندنا 6 ما يشتغلون، 6 شوي فاضيين. قاعد يوفر جيش اساس انه نحمي العالم، لان الحماية مهمة الصراحة. واجهنا، خلنا نسرع اللعبة، واجهنا عدة مشاكل في موضوع الحماية نحن. اوكي حلو، عندنا بلس الفود، عندنا الفود واحد من المشاكل الكبيرة اللي قاعد نواجهها نحن، جدا كبيرة. هذا لازم اوفر له تولز انا عقب، لكن بسوي بلاك سميث ثاني شكلي. محتاج انتاجية مضاعفة انا للتولز، لان بستعملهم بشكل مكثف، لانه ما كان عندنا تولز طول الجيم. عندنا بير، عندنا بير. اذا ما في بير في المكان ما يقدر يطفون النار، ويانا هجوم اسرع مما توقعت. زين، انا ما يتضرب، ما قاعد يضرب يا يعني. هنا ندخل مرحلة استكشاف معكم شوية، يعني احنا ما وصلنا لهالمرحلة خلال البث اول ما نزلت اللعبة، لكن الحين لازم. يا ما هدموا الا اغلى شيء، تبا لهم، تبا لكم، تبا لكم، تبا لكم. انا كنت انتظر انه ينبني صراحة، تبا لكم. هذا كلفنا 150 حصة، لا عنا حصة. اوكي اوكي عنا حصة، عنا حصة موجود. ف نبني هذا صراحة، انا ببني جدار مثل عالم الناس، بسوي جدار شوي مربعي لاني حطي ينحمي داخل. بس انا غلطان صراحة، انا غلطان. انا عندي شو اسوي؟ اخبركم، انا عندي مشكلة هني، يدخلون عندي القرية من هذا المكان، فبحط جدار موازاة هذا، بطلع شوي برا وبكمل اسيد لين اخر شيء، بما ان انا بنيت هاي النهاية. قريب يبنون البركس مالنا، نسرع العملية، نسرع بعض الامور كذا، نسرع ذاك. وما عندنا وايد عمال فاضين، ما عندنا ابدا. نعم 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 يا صديقي، فجروهم شوي لو سمحتوا. اقدر ابني على، لا بيرفع الجدران اكثر بعدين بيرفعها. ها القصر مالي كبر، ليش الحين ما اقدر احط دفاع فوق القصر؟ هذا ظلم، مفروض اقدر، بس ما عليهم مشكلة. هذا بيغطي مساحة جميلة، مساحة كبيرة شوي لنص المدينة. بنبدأ نرفع من نسوي جدران جديدة، الجدران القديمة كلها برفع على القصر اللي داخل، خلي قصر عالي اساس يكون حماية قوية. مفروض تشوفوا، ايوة، لان زادنا 10 هابينس لان الدراجون شرد. بس بعدنا عندنا مشاكل اكل، حد متابع وياي مشاكل الاكل؟ هاي مشاكل الاكل اللي تبيع والراس، صدق مشاكل الاكل اللي تبيع والراس، ما تبي شي ثاني بصراحة يعني.
تبي وراس مشاكل الاكل الصراحة نحل مشكلة الأكل. انزين هذا انبنى، ما في عمال، اي عنده سوي ريكروت. هو اللي مكتوب ان انا اجيبه عند هذا ويشوف شو اللي موجودين، نوظفهم اساس يحمون المكان هذا اللي نحن فيه. طبعا الحين ما عندنا مشاكل خشب فعلية، ما عندنا مشاكل وايد قوية، بنوظف غيرهم يحمون، بس مش الحين. احنا بنروح التاون، هذا مكلف لكن بالنسبة لي ضروري، بالنسبة لي جدا ضروري. شغالين، كل شيء شغال، الضريبة شغالة، هذا شغال. اخاف ان ازرع اتوهق، خلنا بزيد مستوى السعادة، انا ازرع شوي اساس مش ما يتشكون يقول ما عندنا فلوس، انت تشيل فلوسنا كلها. اظني بتوهق. فين قصر الذهب؟ نعم دائما بالطريقة هاي، شيء مقابل شيء. عندنا مكان هني، لحظة، تاون يستوي نحط لنا بيت، تعال انه بيت هني شيء مكان حق 5 زيادة. حلوين حلوين. انا لو حطيت هذا هني ممكن احط شيء ثاني بعد، كان بيوفر علينا. تاون نوبل، بيت صغير هني في الزوايا، في الزوايا اللي ما نستعملهم. لا هذا بنستعمله، لان انا الحين واحد مخطط اني انتج هذا، بس ما عندي تولز، ما عندي تولز. اوكي سوي بروديوس حق تولز. زين 4 من 5 بروديوس حق تولز، 4 من 5. فود فود يا فود. هاي المفروض يكون انتاجية زينة على أرض خضرة، حطينا أرض خضرة 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 مرة. خلينا نحط لنا هذا هني بير، راح يسوي لنا فرق كبير. طبعا تمديد مكلف، اقولكم الحين تمديد اي قلعه مكلف، مش بس مكلف معانا، يعني في اماكن نفس هذه تمتد لها لازم نحسب حسابها قبل، فما اعرف يمكن هذا استغني عنه. انا اظني بنيت 2 فوق بعض، دمرش هي 2 فوق بعض ما بهم، يمكن ابني بحذاي اللي دار كامل الشير سوي مع البحر، بس مو مشكلة مو مشكلة، اهم شي يكون عندنا ادارة الحين على الاقل متجاوعد. كاسل اطلع فوق شوية، اطلع فوق اطلع فوق، اذا طلعنا الادار جنب ادار شوي الاخير ممكن يطلع فوق اكثر. ايوه الخلعة قاعد تكبر تكبر تكبر، يا خلعة كبري كبري يا خلعة ويا أكل لو سمحت صراحة، بسك قتلتني قتلتني. بنبني خباز زيادة حقهم هني، وببني سوي الشارع هني أول شي جنب الإدارة الداخلي، دخلوا عليه مهني. أنا بتلعوز صراحة، ما في الاحتياط اللازم، ضعيف دفاعي كامل ضعيف، قاعد امتد في الواقع، انا قاعد امتد قبل لا يثبت الاقتصاد، فهاي شوي حركة خطرة، يعني مش حركة ممتازة مثل ما تصور. نبغى نزيد انتاجية الاكل شوي، فبهدم هذا، انا اسف، هذا يزيد انتاجية الاكل اللي هو الطاحونة. نبغى الحين الأكل يكون فعال جدا، عندنا أكل فعال ويروح ويرجع ويتخزن
بس الشتاء ما نتلعوز، وبلس 3 هذا ما يكفي لانه في الشتاء ينقصنا وايد اكل. الشتاء نقصان الاكل مش طبيعي يكون. اذا بنيناه هني الشارع قريب تمشي اموره ولا ما تمشي؟ هذا هذا خلينا على الحظ ترى، هذا الحظ استوى. لحظة، بلاك سميث كريت تورز، تولز ار يوز تو سبيد برودكشن اند ريموف. هاي منو؟ ارمنت اللي هو هذا ميسن يسوي. بيلد بلاك سميث تو ميك ارمنت. اوكي زوين. المشكلة الحين ليش ما بينتج هذا؟ اوكي ما بك تنتج لي هذا. اوكي انتجوا كل التولز، ليش تنتجوا لي هذا؟ ما طلبته انا، ما طلبنا تنتجوا شغلات ما طلبتها. ما بها مررة من هنا اساس يوصل الدفاعات داخل. افكر في الدفاعات المستقبلية شوي بدل ما كله جاي بالعيد. نفكر. اوكي توب 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 توب. بدل هابنس شوي ارتفع، عندنا دفاعات وقام يجونا سكان، ف شوي الوضع تعدل الصراحة. مش شوي، وايد تعدل، افضل عن اللي قبله بوايد. ايوه تنين وينه؟ هذا هو. لا اتوقع بيرمون يردونه عادي، بيرمون يردونه، عندنا دفاعات. عندنا دفاعات، دفاعات مكلفة، ما بقدر احط دفاعات على عشوائية اكثر من هاي. مش عشوائية يعني، بس دفاعات قوية اكثر من هاي. محتاج سكان، انا عندي 249 واحد، ما عندي حد فاضي. شرد. اوكي زدنا السعادة شوي، ما سولنا شر، سولنا خير. تعال ترين سولجر، looking for new trainees. training جبالة 5 جولد واثنين ارمنت. هذا حلو، شفنا تكاليفهم الحين اعرف يبون. لا تخرب علي دار، بس انا ببيت كاسل. شوب شوب بوستنج سيتي، سوينا مدينة ضخمة. نايس، استوى عندنا وايد ناس صراحة، استوى عندنا وايد ناس ومحتاج سكن ومحتاج بيوت. والامتداد اللي امتديته نفسه ما يكفي، يعني الامتداد نفسه هو كافي، محتاج نسوي امتداد اكبر. شو رايكم نسوي بيت هنا في مكان فاضي؟ انا اشوفه فاضي الصراحة، انا اشوفه مكان حق بيت 5 انفار. اوف، مية مية الصراحة، اشوفه اشوفه من الاخر. اندستري، ايوه الحين انا بقول 30 جولد. الحين ناس، عندنا وايد ناس مستانسين، نرفع شوي عليهم على اساس نشيل هذا. يجينا جولد الحين، اول شي بنسوي نشيل هذا، لين نسوي هذا بدل ما بخسر وايد جولد على الجنود بالطريقة هاي، لنا عندنا وايد حديد، وايد 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 حديد، بس يستهلك اظني. بنستهلك الحين، بنسوي ارمنت هاي حق الدفاعات. روك رموبل، شكرا. اوف والله انه مكلف، نعم انه مكلف، بس هذا بيكون عندي انتاج حصة في نص القاعدة.
شلينا الحصى قاعد يشلونه. اوكي بس يستهلك تول الصراحة، يستهلك يستاهل ما يستاهل موضوع ثاني. ممكن توب توب ادري بعد المنطقة مفتوحة مرة ثانية، بس بنشل المزرعة، لا بنمد من هني لهني، بخلي باقي داخل وخلاص، ما عندي حل ثاني صراحة، ما عندي حل ثاني. بحطي واحد هني حق الشير، لان ناقصنا خشب، نحن ناقصنا خشب دايما، عندنا انتاج كافي. انا ما بشغل الاخير، خلنا نبند، خلنا الناس فاضي احسن من ما يكون عندنا الناس اصلا. خير شر نقعد ندور ناس، انا قاعد ادور على الناس، هاي قضية بروحها. بلاك سميث هذا بخليه ينتج شغلتين، ينتج هذا وينتج هذا، هذا شغال. بس هذا يصلح المباني، يصلح الامور، يستهلك بعض الشغلات. شو وصلنا لازمة اكل مرة ثانية، الاكل في هذه اللعبة مصيبة. اكتب ابني هذا اللحظة. اوكي مخربة، مزرعتين صغار. بنبني هذه المزارع، خلي الناس تزرع، بما ان في ماي هنا اصلا ما بحتاج اسوي مكان ماي ومكان هذا من اول وجديد، ما بحتاج. خلينا نمرن سولجر هذا ركروت. اوكي ممتاز جدا. لو حد هجم علي بيكون عندي، يكون عندي جنود، يكون عندي جنود. كم انتاج الخشب عندي؟ حلو انتاج شغال. الحين بنبدأ نكبر الرخال على ان عندنا خشب. خشب ما شاء الله شغالين يزرعون، مش ملحق ابني اصلا اصلا اصلا. الحين بتريا شوي حرب عليهم، ويبون حرب. الحين شبه مستعدين، مش شبه، لا مش مستعدين صراحة، بس ممكن ان نسوي ضراب الحين اسهل من الاول. خلنا احبس لهم قبل لا يطلع شير مرة ثانية، تعب عمري واخر يطلع شير. ابو هذا بعد اشله، اخبركم ليش الحين، اخبركم الحين ليش الخطة الخزعبلية تستوي. ياكل بمد من هني لين هني على الماي. رك رموبل، بما ان عندنا بنتج حصة من هالمكان انا ما بخليه صراحة، ما بخليه مكلف لكن يستحق الصراحة. دامهم مستانسين على التوغول خلهم لين يزعلون بننزل. تو انهابي، وايد غير مش مستانسين، لازم نعرف سبب التعاسة هاي. هني ببني مستشفى شكلي، اوكي من هالمكان. كان عندي خطة بس بتخترب اذا حطيت دار هني، لانه محتاج ابني مستشفى ثاني الحين، او مش بس مستشفى، محتاج مكتبة، او ايوه مكان مناسب جدا للمكتبة، جدا 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 مناسب جدا. هسبتال وين كان؟ في التاون هذا، بس هذا المطلوب. التاون احتاج نبني من هايل، هايل ممكن بعدين نبني المساحة هاي فوق المي، مو مشكلة ممكن، يعني دام انه كل شي موجود بنبني. هاي التوسعة الثانية للمدينة، شوفوها توسعة حلوة الصراحة. يعني نتوجه لبناء امبراطورية، ترى يباله شغل، يباله شغل. بنبني هالمساحة كامل حول الامبراطورية الضخمة،
ما راح يكون سهل أبدا أبدا، ما راح يكون سهل، بس مش مستحيل، ممكن. شغالين علينا احنا الحين، نبقى خشب. ليش دايما عندي مشكلة خشب؟ هذا السؤال. أيوة يا أنا هجوم تاني، وأنا ما عندي خشب كالعادة، كالعادة ما عندي خشب كالعادة، ما في خشب، في تنين بعد، وللحين ما حطيت دفاعات هني، متأخر وايد. بس ناس ترى حل، حل لاني ادافع. شوف وين ينزلون، نشوف. مكان هجوم اللي نزلوا فيه خايس، مكان صعب الدفاع عنه. اسير البوابة هاي، ما اظن في ماي حتى انه هني. طفي الحريق، يلا اذبحهم. كفو، سير فيه زي. كيف اعرف دمه؟ كيف اعرف هذا؟ ما في، ذبحوا البطل مالي بعد ما خسرت 100 جولد، ذبحوه. ظالمين، ماينس. انا مش ناقص اللي عندي صح، هاي هجمع التنين. سوينا امتداد القلعة وهجموا عليه، يعني في اكشن، في اكشن في الجيم، ما اقول ما في اكشن، الصراحة في اكشن، الجيم اكشن وايد، يعني مش نفس ألعاب ثانية. عندنا جولد، عندنا جولد، بس مفيدين، مفيدين. يعني أول دفعة من الفايكنجز ذبحوهم، شو اسمه، ذبحهم البطل مع الناس اللي كنا مرنينهم حق الحرب. هذا يهجم عليهم، في دفاع جيد، في دفاع. الغابة قاعد تحترق بعد، ليش كل شوي الغابة عندي تحترق؟ ما عندهم ماي، لازم نسكر الثغر اللي ورا، يعني بدل ما كنت ابني هذا، لو سكرته من ورا كان افضل وايد. بس اهم شيء سوينا امتداد، مفيد جدا الامتداد، يكون مفيد. سوي طبقة ثانية من الحماية، كنا نمتد من الاتجاه الاخر بعد، وش بيهجمون من الصوب الثاني، اذا امتدينا هني بيهجمون من هني، ها مع ضمان الجودة يعني، لابد انهم يهجمون. ما عندنا خشب، ما عندنا تشاركول، ما عندنا تشاركول ومواد، ما عندنا مواد تنتج، ما عندنا مواد تنتج، معاناة تستوي. اثنين وعشرين واحد وبس اثنين تموا. ما في بيوت، ما في بيوت، روح وايل. قالوا شو السوالف هاي، ما في مستوى، قالوا شكله ما في مستوى، خلنا نروح. اوكي،
فود شورتج، ما اعرف شو شورتج، فود شورتج، فود شورتج، فود شورتج. ذابحني الفود فلك في الجيم هذا وايد. ان المدينة بعدها فل الحمد لله، ما جتنا نفس اخر ازمة، ما نبي نسوي نفس اخر ازمة. الحين لازم ننتبه له. ها دافع عليه المات مسكين، ريال محترم، ريال محترم في الدفاع عن المدينة. ذهب وهو يدافع. قبل شوي والله كان عندي خشب وايد، شعور الخشب هذا يوم ينقص شعور سيء جدا، ما احب يوم ينقص خشب، ما في حد يحب اظني. تصور اوكي، ازمة 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 تتعدي، ازمة تتعدي. الحين بنبني غيرها، بنسوي غيرها. عندنا ناس يشتغلون، مشكلة. اتمنى يعني، انا شكلي كل حد مشغول عندي، لازم شوي ابعد عن الحصة. نسوينا complete removal، complete removal، complete removal. شكرا شكرا، اخيرا. ما بسوي شيء للحصة الحين، نبغى غابات حاليا. عندنا ناس فاضية، انا بيجمعهم. حلو حلو، ممتاز ممتاز. اعطوني شوي من هذا، ايه اعطني خشب بعد، هاتوا لي خشب. هذا خشب ثاني، هذا مصدر خشب بعد. جميل. داون سوري المدينة داون، هذا بسوي مصدر خشب شوي أبعد. خلنا بنحطيه هنا عند الإدارة تحت الرمح، بنحطيه مكان حلو يعني، يكون لو يهاجموا عليه يضيع وقت. ونذبحهم إذا حاولوا يجون. سوي عدة استراتيجيات، جرب مجموعة استراتيجيات. اقتصاد ثابت، أبي أعرف إذا صرنا سم سيتي. في حد يبي سم سيتي؟ خلوني في الكومنت تحت، ممكن نلعب بلدنج جيمز وايد يعني على القناة، ما في مشاكل. هذا واجهنا الأزمة وتقريبا بدينا نحل موضوع الأزمة، تقريبا ما حلينا ترى موضوع الأزمة. عندنا بيوت محتاجينها، عندنا نفس محتاجين، عندنا كذا محتاجينه. فبعده المهم في قلعة واحدة بتتسكر الحين خلاص. اللي هي هذه، أيوة هذا مبنى جميل حق اللي اسمه، جدا جميل بيكون. بس إنتاج الخشب عنه بيزيد الحين، ما في مشاكل إنتاج الخشب. وفي مدينة، لازم مدينة سكان نسويها. نظن النهاية هني بمتد، هذا بشله، بسوي مدينة سكان بس حماية كاملة عليهم وناس ساكنة هني. ما اعرف اذا بيكون مسافة بعيدة ولا بيكون في مشاكل من وراء ولا شيء من وراء، لكن بنستكشف. استكشف معاكم وبنكمل الحلقة الجاية. وبنسوي مدينة العمال، حرام مدينة العمال، بنسوي مدينة سكنية. حياكم الله للحلقة الجاية.